والخميني مو رجل دين، اللي يوصف بأنه رجل دين ولأنه رجل دين متعصب وغبي لا يفهم في السياسة فهو واهم. الخميني سياسي، والخميني عندما يدرك أنه يخسر أكثر مما يربح يقيم السلام حتى هو حي وبقرار منه، لأن الخميني استخدم السياسة في كل ميدان، ويا الإسرائيليين استخدمها واشترى السلاح بقرار منه، ويا الأمريكان لقى عدد من المليارات لعب بقضايا الرهائن ثم أطلقهم بقرار منه، وهو سياسي لكن سياسي يقيم الحسابات على أساس ما يربح وما يخسر. فالمسلك اللي يعتقد أنه هو استنفذ ولم يعد يربح منه سيغير بمسلك آخر.